الصباحية وجد بحسين القرية اليوم نشهدوا حفل افتتاح المكتبة المدرسية للمؤسسة، وكنشكر جميع المتدخلين منهم رئيس جامعة حسين والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية وجمعية آباء وأولياء التلاميذ. وهذه فرصة باش نعبر على سعادتي والفرح ديالي في تأسيس هذه المكتبة، لأن الهدف الأسمى والأساسي عند إداري بالمؤسسة وخاصة ديرها وطورها التربوية هو القراءة في الجميع والقراءة للتلاميذ. وشكرا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على المرسلين. معكم السيدة الأستاذة تلاميذ ثانوي حليم السعدية الإعدادي. نتشرف بافتتاح هذا الحفل البهيج بهذه المعلمة بهذه المؤسسة والتي نصبو من خلال هذه المؤسسة، فمن المستوى الإبداعي والفكري والثقافي لتلاميذ المؤسسة، كذلك قضاء الوقت الثالث بالمؤسسة، كذلك من أجل التحصيل العلمي والأدبي، كذلك بالنسبة للاستفادة من الأساتذة بالنسبة للتحصيل، كذلك بالقيام بورشات وتكوين تربوية ودراسية. نتقدم بجميع الشكر للمبادرة الوطنية للبشرية على مساهمتها المادية واللوجستية والإدارية، لأنها كانت السند الرئيسي لنا في هذه المعلمة. كذلك نتقدم جزيل الشكر والامتنان لكل من ساهم من قريب أو بعيد. كذلك نتقدم جزيل الشكر والامتنان إلى نيابة سلا في شخص السيد المدير الإقليمي. نتقدم نكرر الشكر لكل من ساهم من قريب أو بعيد في إعداد هذه المكتبة. شكرا. اسمي سهيل جيوي، أدرس بالثانية إعدادي بحالمة السعدية. فخور جدا لحصولي على الرتبة الأولى بهذه المؤسسة التي تسعدني كثيرا بأساتذتها ومديرها وكل مواطنيها، حتى عمال النظافة الذين يعملون بهذه المؤسسة. وأنا فخور لافتتاح هذه المكتبة. ندعو طلاب هذه المدرسة إلى الولو إلى 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 القراءة. اسمي لينا عمل هاشمي، تلميذة في المستوى الأولى إعدادي. الحصول على هذا الفوز الشريف بالنسبة لي فخر كبير، أنني تابرت باش نوصل هذه المرتبة هذه، وكان شكر الجهود ديال الأساتذة ديالي ومؤسسة حليمة السعدية، حيث على المستوى حيث بلا الأساتذة ديالي حيث بلا بيهم ما كانش نوصل هذا المستوى، وكان شكر والدي وكذلك الله سبحانه وتعالى حيث بلا بي ما كانش نوصل هذا المستوى. وكنشكر مؤسسة حليمة السعدية وكنتمنى تبقى في هذا المستوى هذا وتاخذ دائما جوائز على مستوى المديرية الإقليمية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اسمي ثبات محمد، عضو في جمعية آباء وأمهات التلاميذ، أمين مال، وأنا دائما والحمد لله في هذه المؤسسة كلما استدعيت إليها، وأنا والحمد لله فخور بأن أكون دائما في هذه المؤسسة وأخدمها، ومنذ 6 سنوات وأنا لا أتأخر يوما واحدا فيما إذا طلب مني الحضور، وأساهم دائما في تنميتها وفي جماليتها وفي تحسينها وفي استجابة تلاميذ إن هم مخصوصون بشيء، وأنا دائم أنا أسجل التلاميذ وأعلم من هو ضعيف ومن هو يعني في الحقيقة محتاج، ودائما أساهم معهم ودائما أعطيهم ما يحتاجون، ودائما أساهم معهم في كذلك في المكاتب في الكتب وفي الدفاتر وفي كل ما يحتاجونه من حوائجهم الضرورية التي يحتاجونها في دراستهم. وأنا فخور بهذه المهمة المناطة إلي. وفي هذه السنة وفي آخر هذه السنة يعني يكون نهاية يعني عملي هذا انتهاء المدة، ولكن طلب مني من طرف مدير هذه المؤسسة بأن أكون دائما أمين المال، ولا يمكن لي أن أنسحب من هذه المهمة، لأنه كما قيل لي وأنا لا أزكي نفسي على أنني دائما
مستجاب لكل دعوة، ودائما أخدم المصلحة، ودائما لا أتأخر، ودائما فخور بأن أكون من بين هذه يعني من بين الأطر، من بين التلاميذ، من بين كل ما هم محتاجون إلي. وكلما نودي إلي بين أن أؤدي شيء أأتي بكل ما هو محتاج عليه، وأضيف أكثر مما ذلك، وأسألهم هل تريدون شيئا آخر أضيفه إليكم. فعندما يقال لي يعني كافاك ويجازون على ذلك، أنتهي من ذلك. وأنا دائما عند حسن ظني كل من هو مسؤول هنا من أساتذة ومن أطر ومن تلاميذ وحتى من آباء خارج المدرسة، إنهم يعني يريدون أن أتدخل يعني لأولادهم يعني هنا في مؤسسة مع التلاميذ أو إن كان شيئا ما من هذا، فلا أتأخر عن ذلك والحمد لله. وأطلب من الله سبحانه وتعالى أن أوفق في كل مهمة، وأن أكون دائما عند حسن ظن كل واحد من نفسه. لا تنسوا تتابعونا على جميع وسائل التواصل الاجتماعي والاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس ليصلكم الجديد.